يا ربي هو انا مش قادره افهم يعني ده ايه التخلف ده؟ انت جاي تقف قدامي ازيك يا جومانا؟ هو حضرتك تعرفيني؟ جومانا سليمان عدويه اخوكي معتز. بس انت جميله قوي يا جومانا، كان نفسي اشوفك من زمان. اتفضلي اتفضلي اركبي اوصلك المكان اللي انت عاوزاه. لا شكرا، عربيتك مش هتدور، سيبيها زي ما هي وتعالي اوصلك.
عرفت منين العربية مش هتدور؟ مش مهم، المهم تعالي أوصلك. انتي مين؟ هو أخوكي ما قالكيش أنا اسمي إيه؟ قالي إيه؟ أنا عايشة قنديشة. جمانة، انتي مش شايفاني ولا ايه؟ طالعة كده ولا كأني موجود؟ سوري يا بابا، عن اذنك. مالك؟ وشك مش طبيعي، في ايه؟ لا ماليش، كان عندي بس بحث وكنت ناسياه، فهطلع اعمله. وشك المخطوف ده عشان بحث؟ عن إذنك.
جمان أسفة لو أنا بكلمك في وقت مش مناسب. معتز كويس؟ آه هو كويس، بس هو أنا عايزة أقولك على حاجة. أنا شفت الجنية اللي خطفت معتز، عيشة كنزيشة. خايفة، خايفة ومش عارفة أقول للبابا ولا المعتز. طب مش يمكن يا جمانة اللي انت شفتيها دي مش جنية ولا حاجة؟ لا، هي الجنية، وقالت لي إن العربية مش هتدور وما دارتش. أكيد صدفة يا جمانة. نفس الشكل، نفس اللبس، نفس الاسم، التلاتة صدفة؟ بس انا لما قريت عنها قريت ان هي ما بتطلعش غير للرجاله وبس. لا مش شرط، في الحكايات الشعبيه الندهه المصريه اللي هي زي عيشه قنديشه المغربيه بتطلع للبنات البكر، هي كلها حكايه واحده. حتى في الخليج عندهم واحده هناك اسمها معويس. ليه عيشه قنديشه دي طلعت لي انا واخويا؟ انا بقول يا جمانه ان دي بني ادمه مش جنيه، بني ادمه وراها سر وقدامها هدف، وواضح ان هدفها عيلة سليمان عدوية. لا دي مش بني ادم، دي جنية، وممكن برضو يكون وراها سر او عهد. عهد؟ ايوه عهد. انا شفت فيلم كده، عيلة اذت حد كان عامل عهد مع جنية، الجنية دي بقى هي اللي انتقمت له. خيالك واسع قوي يا جمال. انا ممكن افهم الكلام ده من معتز لأنه غاب 40 يوم وتعرض لتجربة غامضة تخليه يقول أي حاجة، لكن أنتِ؟ أنا خايفة ومحتاجة لك جنبي. أنت عارف قد إيه بابا معتز بعيد عني. حاجة زي دي أنا ما أقدرش أقولها لبابا عشان ممكن يروح فيها. معتز أنت عارف اللي هو فيه، إنما أنت على طول بحس إن أنت تفكيرك قريب من تفكيري، وبحس إن أنت بتفهمني عشان خاطري خليك جنبي. أنا كده عملت تيست على كل الكاميرات وكلها سليمة.
ما اللي حصل ده ايه؟ معرفش، المهم انها رجعت تشتغل تاني اهو كله تمام. لا 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 مش ده المهم خالص، المهم هي ليه اتعطلت في الوقت ده بالذات؟ كل الاجهزه الرقميه والالكترونيات ممكن يحصل فيها اي حاجه في اي وقت. ايه يعني فيروس؟ لا مش فيروس، اصله لو كان فيروس كانت اتمسحت كل اللقطات اللي قبل كده واللي بعد كده، بس عند حضرتك مفيش غير الفترتين دول بس اللي عليهم تشويش. على فكره يا معتز بيه، في كل العالم واكتر الاجهزه المتطوره كمان عادي يعني ممكن يحصل فيها عطل مؤقت. مؤقت ماشي. عموما لو حصل اي حاجه تاني في اي وقت ممكن حضرتك تبقى تكلمني. شكرا. نعم اتفضل. مع السلامة. لا مؤاخذة يا أستاذ معتز. إيه يا بدرية في حاجة؟ هو أنا هبقى آجي لما العروسة تيجي بألف بركة؟ هتيجي أه، بتسألي ليه؟ لا أبداً مفيش، أنا بس قلت يمكن تكون الست مش عايزاني ولا حاجة. لا الست طيبة أوي، تلاقيش. حضرتك كمان طيب خالص. على فكرة أنا بعدي على البيت عند سهلال وبتقص برضو، يمكن يكون رجع. أنت إيه اللي بيوديكي هناك؟ نار. نار في قلبي ناحيته. لما حكم عليا نزل اللي في بطني. الست مننا بتتوجع قوي لما تشوف حته منها بتموت قصاد عينيها. عايزه اشوفه، عايزه اوجعه زي ما وجعني. وحضرتك كمان يا معتز بيه. انا كمان ايه؟ لازم تشوفه وتعرف العمل اللي عمله لك ده اصله ايه؟ وليه كان عايز يأذي حضرتك؟ ألو إيش حتى الطرب يا أستاذ معتز؟ صوت حد بيزعق من شويه. الشيخ كرامات كان هنا ومشي من شويه. اسمه كرامات؟ كرامات. على فكره الست قريبتكو جت امبارح بالليل وقالت لي اوصل لك الامانه دي.
يا معتز انا جايه لك عشان انا محتاجه لك. محتاجه لي؟ ايوه محتاجه لك، مفيش حد يقف جنبي غيرك. انت بتضحك على ايه؟ انا بقول لك ان انا محتاجه لك، تقوم تضحك؟ انا بضحك على نفسي يا شيرمين. محتاجه لي؟ بص يا شيرمين، لو في حد في الدنيا دي محتاج حد يبقى انا اللي محتاج. مدد، مدد يا شمس يا محب يا محمود مدد. الطير بتاعك خلاص، لا قادر يلقط حب من على الارض ولا قادر يطير. الطير ما بقاش بيطير يا جرمين. الكلام العجيب اللي انت بتقوله ده انا مش فاهمه منك اي حاجه. هو شمس قال لك حاجه؟ عمل حاجه؟ سيبك من شمس خالص، الحكايه طلعت اكبر من شمس بكتير. لا مش اكبر ولا حاجه، شمس ورا كل اللي بيحصل لنا ده. شمس بيحضر ارواح. ايه بيحضر ارواح دي كمان؟ هو حضر روح حد ميت قصاد عيني وانا شفته. حضر روح مين؟ ما هو ده اللي انا جاي اقولك عليه. انا شفته بعناية حضر روح حد ميت، يبقى اكيد هو اللي خطف الهام وقتلها وحضر روحها. حضر روح مين يا جرمين قدامك؟ شمس حضر روح ابو ياسين. انت مش ابو ياسين يا معتز. ابو ياسين مات قبل ما اعرفك وقبل ما اتجوز صابر. على فكره بقى انا قلت لك ان انت ابو ياسين عشان انا كنت بحبك وعايزاك تفضل جنبي. وانت يعني يا جرمين متخيله ان انا مستني حضرتك تقولين ان انا مش ابوه؟ ده انا مفيش حاجه في الدنيا دي متاكد منها قد ان انا مش ابوه. انا مش جاي اقول لك كده، انا جاي اقول لك ان في حد بيبعت لي جوابات بيقول لي ان هو ابو ياسين. ابو ياسين اللي مات؟ اللي شمس حضر روحه قدامي. اه، والروح بتكتب جوابات. بالظبط كده، زي الهمة كانت بتبعت لك طلاسم في الحمام لما ماتت. انا مش ناقص تخاريف في حياتي يا جرمين. انا ما بخرفش، صدقني شمس حضر روح ابو ياسين قدام عينيا، وهو اللي اكيد اللي خفى الهام، وهو اللي قتلها وحضر روحها، زي بالظبط كده ما خفاك 40 يوم وبعت لك عفريته وخلانا اشوفك وانت ميت. ماشي ماشي يا جرمين، هو شمس اللي عمل كل ده، هنعمل ايه احنا بقى في شمس؟ نقتله؟ يا ريت والله، لو قتلوا هينهي الكابوس ده هقتله 100 مرة. بس أنا أكتر واحد عارف شمس. شمس ليه 1000 دراع و1000 راس، إنس بقى جن مش فارقة. بقول لك يا جرمين، ما تسلمي للأمر الواقع، أنا وأنت اتجننا أو متنا، واللي بيحصل لنا دلوقتي ده وبنشوفه هو عملنا الأسود اللي عملناه في الدنيا. روح الشمس، روح الشمس، هو الوحيد اللي يقدر يحميكي. وسيبيني أنا كمان في حالي بقى، وخلي كل واحد فينا يمشي في الطريق اللي كتب عليه. صندل على فكرة، وبعدين انت محسسني ان هي حنة امي لوحديها، حنة سندس كمان. خلاص يا عم اسامة بهزر معاك، قلبك ابيض. مبروك لنسوان الحتة كلها، مبروك لسيادة النايب. انت هتغلب كمان في عم مشمش؟ ايوه صح، ده بقى عمك، ما هو اتجوز امك. طب يا عم سعيكم مشكور، عقبال امك ارماني. عقبال امك ها. الزفت اللي انت بتشربه ده مغرب، انت مش لسه عامل عملية يا جدع؟ صوت يصحى تتجوز بكره رباني.
عارف يا هلا؟ محدش فينا بيتغير. بنفضل زي ما احنا. بنتغير زوايا من بره بس يا صاحبي. لكن اللي في القلب بيفضل في القلب. يا عم ما تاخدهاش على صدرك كده. النسوان نسيان يا صاحبي. قلب بعينك على غيرها وغيرها كتير يا مغربي. السندس دي مش بحبها بعناية. كلبشة في روح بطلعش غير بطلوع الروح. بيت ست جرمين. ست جرمين يا ست. اصبر يا رب بسرعة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ست جرمين. لا اله الا الله. ايدك معايا يا استعادل. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ملك يا ست. يا جرمين فوقي يا حبيبتي. فوقي يا جرمين ردي عليا. اجيب لها بخور الشيخ شمس يا مدام. بلا شمس بلا زفت. جرمين ردي عليا حبيبتي. مالك؟ استني. في ايه؟ افتحش. مالك يا مدام جرمين؟ افتحش. ما نفتحش ليه يا جرمين؟ لازم نشوف مين على الباب. طب اقعدي ارتاحي. انا لا جرمين يا حبيبتي. خايفة من ايه؟ هنشوف مين على الباب وخلاص. ليه بس يا حبيبتي؟ هنشوف مين على الباب يا جرمين. محدش يفتح الباب. مين على الباب؟ أنا رمضان البواب يا ست هاني. أنا جايب الجزمة والشنطة والمفتاح للست جرمين. شفتي بقى؟ أهو رمضان البواب بعت لك حاجة. تعالي يا حبيبتي تعالي استريحي في الأوضة. السلام عليكم. اتفضلي. أي خدمة. فرحك على سندس ده انا مش هحضره تاني. ليه؟ فال وحش بصراحه نحس. شفت اللي حصل لك في المره الاولانيه؟ فال ايه ونحس ايه؟ وبعدين يعني سندس ذنبها ايه اصلا؟ ملهاش ذنب، بس اللي حصل ده كان في ليله فرحها. يا سلام. طب ما انا وانت يوم ما رحنا نخطبها ابوها مات نبقى نحس؟ اديك قلتها. يعني انتوا الاثنين وشكوا وحش على بعض. وحتى لو الفرح ده تم على خير، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد الجواز. ما تقولي حاجه يا جمان. معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ مقتنعه بالكلام ده؟ انا قلت معرفش. طيب هي سندس كانت معايا لما بيتي ولع والهام اختفت. بقول لك يا بابا سندس دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي، وهي الامل الوحيد اللي فاضل لي عشان الليل اللي انا فيه ده يطلع له نهار. فمن الاخر كده انا هتجوزها. انا هتجوزها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ألف مبروك. مبروك يا حبيبي.